علي هاشم، أهلا بك سيد علي. يعني سمعنا ونشاهد اليوم السيول تجتاح عدد من المحافظات، أهلا بك. طيب ما المناطق التي يتوقع تضررها بشكل أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه السؤال اللي موجه أنه تبحثون عن مناطق متضررة. وزارة الموارد المائية وبتوجيه من معالي وزير الموارد المائية تعمل على منع حدوث أي ضرر لأي منطقة من المناطق، ولذلك كان هناك جهود مستنفرة من الوزارة وكوادرها تعمل على مدار 24 ساعة باليوم وموزعة في جميع المحافظات. ووجه معالي الوزير أن يكون في كل محافظة يتواجد أحد المدراء العامون من الوزارة لتوجيه الجهد والآليات العاملة لمنع وحدوث أي ضرر في أي مدينة من المدن العراقية. والحمد لله ومنذ بداية ورود الموجات المائية العالية استطاعت الوزارة أن تمرر هذه الموجات إلى المصادر الرئيسية والمجاري والسدود والخزانات، واستثمرتها استثمار الأفضل بحيث جعلت الآن كمية الخزين يتجاوز 35.5 مليار، وهذه الكميات حقيقة لأول مرة منذ 5 أو 10 سنوات لم تتوفر هذه يعني الكميات. هذا الصيف العراق لا يحتاج إلى جميع نعم أستاذ علي، يعني هذا الصيف العراق لا يحتاج إلى مياه من تركيا أو من إيران لسد حاجة المواطن العراقي كمياه الشرب، وأيضا سقي المزارع والفلاحين يحتاجون أيضا لمياه. يعني تقول أن هذا الصيف هو مختلف عن السنوات الباقية منذ 10 سنوات، أليس كذلك؟ فعلا أنه هذا الصيف سيكون مختلف، وستلبي الوزارة جميع متطلبات المحافظات من ناحية الشرب والبساتين وأيضا الخطط الزراعية للموسم الصيفي. وأحب أن أوضح أن لا يعني أنه إيران أو تركيا تقوم بقطع المياه، لكن تجعل الجريان طبيعي في الأنهار حسب الخطط اللي تتم الاتفاق عليها. ومع ذلك أنه الخزين المتوفر نعمل جاهدين لاستثماره حتى يغطي الاحتياجات للموسم الصيفي والشتوي القادم والصيف الذي بعده إن شاء الله، أي أنه نعمل على وضع خطة لاستثماره هذه الكميات للأقل 2 عامين القادمين. جيد. طيب رئيس الوزراء أشار إلى أن هنالك مبالغات غير مبررة يجب الوقوف عندها بشأن السيول، هل فعلا هنالك مبالغات؟ وماذا تسمي غرق مناطق واجتياحها بالسيول؟ هنالك الكثير من المحافظات كركوك وديالة أيضا والبصرة اجتاحتها السيول، وشاهدنا كثير من مقاطع الفيديو أنه بعض المناطق قد غرقت. حقيقة هناك اختلاط بين المناطق اللي مخصصة للإغمار، أي أنه هي مسارات ومجاري الأنهار. هناك تجاوز منذ 2003 لحد الآن، كثير من المواطنين سكنوا في أحواض الأنهار أو في المناطق المخصصة لجريان الأنهار. المعروف أنه لدينا مناطق مخصصة للإغمار، مناطق مخصصة لجريان الأنهار، إلا أنه نتيجة الشحة في السنوات الأربع الماضية البعض من المواطنين تجاوز واستثمر هذه الأراضي، يعني معتقد أنه لن ترتفع المياه. هذه المناطق هي اللي تعرضت للسيول، رغم أن تبليغهم منذ فترة طويلة أنه هذه المناطق غير مخصصة للسكن، غير مخصصة للزراعة، غير مخصصة للاستثمار، إلا أنه بعض المواطنين لا زالوا يعتقدون أنه لن تأتي مياه كما كانت تجري في السابق. نعم. سيد علي، تعرضت هذه المناطق. نعم. أنت ذكرت رغم هذا أريد أوضح أنه الحمد لله والشكر لم نرى أي بشر عراقي تعرض مثل ما تعرضت في دول الجوار إلى نتيجة الموت أو ما شابه من ذلك. طيب أنت ذكرت أنه الآن العمل يدور الحمد حول الحمد لله والشكر لم يتعرض إلى أي مواطن عراقي. نعم. أنه هنالك فتح ممرات مائية لاستيعاب السيول، ما أهمية هذه الخطوة وما القدرة على فتحها في الوقت المطلوب؟ هل هنالك قدرة من وزارة الموارد المائية على فتح ممرات للحفظ هذه السيول والمياه؟ فعلا انه الوزاره لديها خطط، والتعاون مع الحكومات المحليه في المحافظات وكوادر وزاره الموارد المائيه مستنفره لهذا الغرض، ومحدد في عده اماكن لغرض
لغرض تسليك الموجات الفيضانية العالية إذا احتجنا أن نمررها في أي وقت من الأوقات. لكن لحد الآن جميع الواردات المائية هي ضمن السيطرة ووجهت إلى الأماكن المخصصة لها، وخاصة الكميات الواردة من شمال العراق تم توجيهها من خلال سدة سامرة باتجاه الثرثار. كذلك زاد الخزين في جميع السدود، سد الموصل، سد دوكان، سد درب انديخان، سد حمرين، وجميعها أيضا استخدمنا بحيرات أخرى اللي هي هور الشويشة والأهوار في جنوب العراق، هور الحويزة وهور الوسطى اللي تسمى أهوار القرنة وهور الحمار، ولا زال عندنا قدرة وقابلية على استيعاب كميات كبيرة، حيث أنه بحيرة الثرثار استطاعتنا أن نستوعب بها لا يقل عن 35 مليار متر مكعب إضافي. جيد. طيب هل كانت السيول متوقع مجيئها إلى العراق من الدول المجاورة؟ حقيقة منذ بداية العام المائي احنا بالعراق او في وزارة الموارد المائية نعتبر السنة المائية تبدأ في 1 تشرين الأول، ولذلك كانت لدينا تنبؤات ومن خلال المواقع اللي تشترك بها وزارة الموارد المائية متوقعين أنه هذا الموسم هو موسم جيد للواردات المائية، ويعتبر من المواسم اللي نعتقد فيضانية أو ما شابه فيضان 88، ولذلك كان عندنا متابعات مستمرة منذ طيب بداية بما أنه أنتم المائية. بما أنه أنتم كوزارة موارد مائية تعلمون بتوقع مجيء السيول إلى العراق، لماذا لم تنفذوا ممرات سابقة لدرء الخطر عن العراق؟ يعني شاهدنا هو ليس بأنه يعني لا يمكن أن نقول أنه العراقي يجب أن يموت لكي نقوم بخطوة لدرء المخاطر عن العراقيين، لكن هنالك يعني أمور أخرى أثرت على المواطن العراقي من جراء هذه السيول. أهمية المحافظة على المياه، لأنه المياه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها. لذلك عملت الوزارة على استثمار هذه المياه وعدم ضياعها وهدرها. لا، عملية استخدامها من خلال المجاري المائية والمسالك المخصصة لها تجري بشكل دقيق ومراقبة بشكل يومي وعلى مدار الساعة. ولذلك هذا الاستثمار وصل أنه في بعض الخزانات لمستويات جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، ولذلك نحن نعتقد ولازلنا أنه جميع هذه الموجات هي ضمن السيطرة الحقيقية لغرض خزن أكبر كمية من المياه حتى نستخدمها في السنوات اللاحقة. ولا يوجد لدينا أي مياه خرجت عن المسارات المخصصة لها أو ضمن خارج خطط وزارة الموارد المائية. وهذا هو الفرق بين أنه إحنا نستثمر المياه ونوجهها السيد نحو علي المسارات الحقيقية. الناطق باسم وزارة الموارد المائية، عذرا لضيق الوقت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.